احنا شفنا النتيجه جاب لنا القمح المسرطن، ها، وهو النهارده محل تحقيق. هذه هي قيادات الحزب الوطني التي ينبغي وان تحاكم محاكمه عادله. هل هذه هي قيادات الحزب الوطني يا سياده المستشار؟ وطبعا خلينا ما نغفل كل الاوصاف اللي اتقالت كمان. بعد اذن حضرتك عشان ارد عليه كلمه كده. هو بيقول الذين يدافعون عن الحزب هم لصوص. بالضبط. قالها ولا ما قالهاش؟ قالها. هو لا يعي ولا يعرف يحترم الحديث، ولا هو انسان مؤهل انه يتكلم عشان يسب الناس ويقول لهم انتوا لصوص. ده واضح ان هو جاي من بيئه كلها لصوص وكلها حراميه. لا دي قله ادب وسفاله. طيب. انت اللي طيب. وانا ممكن اضربك بالجزمه. لا انا هقوم اديك بالجزمه. انا هقوم اضربك. طب انا بقى هوريك هنا. انت راجل فاهم تعليل الادب. لو سمحتوا. راجل سافر. يعني لو سمحتوا. طيب خد بقى انا هوريك.